كنت كنقول مستحيل ندير شي نفخه. غادرت النفخه الاولى، ويلي ويلي داكشي شحال زوين. بقيت كنجرو نطر داك في عينيا، نجرو 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 نجرو، عجبني. عاد كنطلع حتى للسما وكنهبط بحال كتشدني الطياره. شهيتيها في كافي لوكو في مراكش سي فغي، وجاك تبدل غير تبرونزيت شي شويه وصافي، وزيد يا فيلتر البرونزاج ولي وليتي دير هكا. الو يا الو عمري يا وكي داري، راه صيفطلك في اللايف شكون انت؟ ولكن راه ما كيشدليش، ما كنشوفش الصوره، كاين شي مشكل عندي في اللايف. عاود لينا على العطله ديالك في المغرب، شنو العطله في المغرب ولا اوروبا؟ اختي اوروبا، اوروبا العطله تقدر تقام عليك ما غالياش. الشمال اختي راه خصك تكوني وزيره الا بغيتي تمشي تبحرك الناس. ما تمشيش يعني انا كيجيوني زايدين في الاثمنه بزاف، فهمتيني؟ ثمن مبالغ فيه بالنسبه للخدمات اللي كيقدموا، داكشي ما مستاهلش. قوة الشناقة، الشناقة سمساري صيفطك لسمسار، سمساري صيفطك لسمسار. وقال لكم القانون ابتداء من 3 ايام، ما كاينش تكري نهار وجوج، لا 3 ايام ولا ما تجيش عندنا. وتا تفخ فاهم على الفيلا يعيط له شي واحد زيدك غاو نهار يرميك ويمشي عند الاخر. سمسار 100 درهم، كل واحد كيربح 100 درهم وهو كيخليهم كيديروا هادشي في عباد الله. الخبزه كتوصل 7 درهم، تي شي غلاء غير مبرر. ما يمكنش كيفاش كاين واحد التسيب تما في الصيف بحال ديك السيبه اللي كانت هي مات كوتراباندو ولات بحال هكاك. كيجيب لك الله بحال عيد الكبير والشناقه دايرين ما بغاو في عباد الله، بلا حشمه بلا حياه. كيدخلك للدار دايرك بحال ديالينيت ويقول لك 3000 درهم الليله وترتق في عينيه. اش شوف لا ثلاجه زوينه، لا شوفو زوين، لا فراش زوين، غلغلا على والو، ما كيخسروا حتى ريال على ديك الدار، كيخليوها كما هي. مشينا عند وحده عندها تريبلكس، اذا سمعتي تريبلكس تقول كي داير، تدخل له تقول راك في راك في العصر ديال المصريين القديم حالته داك الشيء. شتي الرضا الزوج بها غادي تدخل للجنه، ما تدخلش بالجنه. ودي عينك مع نطلقات لك رضا الزوج يدوك للجنه. هاد الجنه كاينه حدا الجنه ولا واش تشينا بعقلك اولا؟ شي كامل العيالات اللي حاربوا عليه 70 عام هذا باش يشبروا شويه ديال الحقوق، تجي وحده هايده قمريطه ضرب لهم كلشي في الزيرو. رضات الوالدين الله يعاون، سيدي ربي حتى هو يتسنى وترضى عنا زوجنا عاد نشوفوا سيدي ربي. قالت لك اسيدي رضا الزوج هو المهم، ما يهمكش الصالير ولا العبادات ولا ويلي ويلي على هاد سيدي ربي صغيور اللي عندنا في الدار وحنا مساقين الخبار. نوضو يا العيالات بدلو القبلة، نسيو هي القبلة وبقاو تصومو للراجل ملي ولات الرضا ديالو دخل الجنة. شبيتو نتوما شي حج بقيت دوري ليه على قلقو على سبعة المرات وعندي حجة. واش نقول لك اختي الله يبهدل بك كتر ما هادي راه مطلقة مريضة تزوج الجنة. علاش ما بقيتيش في الجنة الأولية؟ علاش يسرحوك من عملوا لك بحال آدم وحواء؟ خرجتي دابا على الارض وجاي لا تكذب علينا يا الكذابه وتينا متزوجه ومطلق. ايوا اش نقول لك، دعوه تنسى فيك حتى ليوم الايام كما ما عملتي لهمش ايما وهبطت لهم الضرب. انا بغيت الاقوى ان شاء الله. سيمو لاشين يوتيوب، دوز عند سيمو ان شاء الله لاشين يوتيوب بان لي من سيمو. اصدقائي فاش كنت انا مسافر كنا خريج مؤسسه سيدي موسى اسطوره ديال هرقاوه، كان عايرني في شي لايف كان يلاه خرجوا وعايرني بالزين بالجمال. مشيت قلبت وانا نلقاه وجه الدبسه شعيبه ديال وجع التراب. والله الا شتي بلا الحياه بلا نضادر بلا تربو شنو كتعطي النتيجه؟ يعني ما تبقاش تعاير بالناس بالخيوبيه وانت نيري. دابا يترجل عليا تنعاود تاني ويجيب لي شي جوج يضربوني. في النهار ترجل استرالي مشى 3 شهور للحبس كوب جداك شي شعراف وغادي بحال بدي الدراري وديك الصرف. نحن نشمك الياس المالكي بتي مالكي علينا، حنا راه عارفينك كنتسناوك تنضم للحزب ديالنا. بقا تكذب دابا على الرجاله بالرطار شليت وداك الشيء، ولكن حنا راه
حنا عايقين بك اصاحبي. انا غير كنتبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي. وثاني حاجه هاد لاكلينيك بالضبط ما محتاج بوبليسيتي لا مني. واش نهضر ولا براكه؟ قشت فرعنات هاد الايامات اللي كنت انا غابر فيها ولا تصعصع وكتصرح على عباد الله وتتهدد وتتشنفر، مره تبكي مره تنخصص، مره انا تركيه مره انا مغربي، مره فاعله خير، مره كتصيفط عباد الله للحبس. شتي اختي عيشتك الجنه والنار في نهار واحد، ما عرفتي فين تحطي زكي. يقول لك اخويا ما محتاجاش الاشهار اصلا، هذا الشعب بحد ذاته قائم على الاشهار. هاد المشروع هذا تاع النصب والاحتيال كان قائم على الاشهار، يعني ما تقوليش ما محتاجاش الاشهار. يا البارح خرجت كتبكي وكتقول ما عاونوني دوز بلادكم، علاش ما كتهزوش بيا مسكينه. صافي ديتي الكول زعما قلتي راه تهنيت بهذا المسمار وطرقناه. اختي كنا غير عطله وحنا رجعنا وانت هي اولى اولوياتي. الاخرين انا ما عندي غرض بهم، هذوك اللي كيهضروا عندي الغرض بك انت. ديك السمعه قلت لك واخا تعاودي ترجعي لبطن امك ما غترجعش، بحدي انا عايش مسكينه. كتحاول تبقى فيه وما كتبقايش فيا، تستحقينا. التطبيق ديال المعقول ما دخلوش ليه النسوانيات، دخلوا ليه غير الاخوات. وقال لك منين تلا الدين بين يدين بحال هذا، بلا تلومي الزانيه اذا زنت ولا تلومي الفاجره اذا فجرت. الله شيخ الثار راك ماشي شيخ ثار، راك ثاريتي وفتي القياس وخرجتي لها طاي طاي. ما عرفش شنو هو المشكل ديالك، ولكن هذيك الغيره اللي جايبه على الدين ولا هذاك تحيزه للذكوره راه سببه هو انعدام الذكوره. امسي ولد ثار وهادشي اللي بان ليا، يعني ما كنتش اخويا حاقد على هاد المراه تلعب درجة بدون مبررات. لحقاش تاهي بغات تخدم كي الناس تدبر مصروفها باش شي واحد تحترف بحالكم لي اخويها اخوي بها تلقى بعدا شي ريالات عندها وتكون فاعلة في المجتمع وتربي ولاد تاهي. من حقها ما يمكنش ولاد يخلعقوا يشوفوا امهم ديما في الكوزينة اش غيتعلموا منها الطبخ. يعني تاهي بغات تكون فاعلة باش من ديك الساعات ملي كتحصلوا كترجعوا فيها اللوم على التربية تشوفوا فيها خليتوها تخرج باش تربي. واش كاين شي واحد محبوس في دارو غادي يربي؟ راه ما يمكنش. التربيه راه كتبغي تكون عندك نظره على المجتمع اللي انت فيه وعندك خبره في الحياه باش تربي ولدك على حسب ديك البيئه اللي غيخرجوا لها. ماشي نخشيك في الكوزينه ونقول لك ربي. يمكنش، يعني انت تعطي صوره سيئه عن هذيك القضيه ديال الاسلام كرم المراه. ما يمكنش يكون كرمها وخشاها في الكوزينه، هذا راه ماشي تكريم. هذا واش نقول لك، هزلت ثم هزلت. معليش اش غادي. حلمت بسيدنا الله ينصره بالحبيب بحبيب الفوق. راه كنقول لكم هرقاوه ما عندهمش لي ليميت، راه مستعدوا على اي حاجه في سبيل اضحاك هرقاوه الاخرين. هرقاوه يقولوا له انت اسطوره، يعني مستعد يحرف ايه بالغلط، يهدر على الملك، يطول على اي واحد شافه بمبرر تاع هرقاويت. داكشي اللي لاحظت بان عندنا نسبه كبيره من هرقاوه رغم التمدد اللي حنا واصلين ليه، ولكن هرقاوه مازال الموجودين. راه ما كاينش اللي تابعوا فيه بالو قد هذوك الاطفال الصغار الكوليج والسانكيام والسيزيام والباك. هادشي اللي تيبان لي انا، اما ما يمكنش انسان عاقل هكا بكل يكون كيطربوا هاد خونا. دوا علينا وجوا علينا، ايوا انتو مالك معاه وحلو مع هذا. قالك نفخايا طردق لك في وجهك باش نفختو العروبي. ها هو ولا عليكم اسطاره، حيدوا له الجام دابا والله لا قديتو عليه بحال شي حمار مطلق في شي حصيده. واختو هين تابعاه، هاي 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 على الهرقاوي المره الاولى غلط الثانيه. صبرش غيخرج من هاد الرجاله تاع دكويله. انا وياك تسيتريني، انا يومين وتتريني يومين ونديرو كومبا. انت بالضبط محمل الهرقاوي فاش كيحصل كيطلع فشاف راسو قودها ونضلوا عباد الله على قبلة الصحافي زعما قالوا له واش هضر علينا وانت جيتي تتعايرو. رجع راسو دمدومو تور في راسو، ومني شتا هاد اللقطة هادي عرفتو ما اسطورة وبطاقة هرقاوي ولا بحال شي حمار في الحصيدة. راك عارف الهرقاوي متطفل ومتطاول، ما عندك ما تقول له، راه بحال هاد النوع كاينين في كل الحومة. داك اللي خاشي في اي حاجة غير باش يبان واعر، ها هو تسلط عليه الضوء. او الى مشى شهرين للحبس كيعاود على القصاص، دار راسو مجوج بالاخبار الاميري.
ويلي شحال الافلام وشحال الفرتاقي وعباد الله راه دينو اسطوره. اسطوره ديالها ديال الفرتاقي، اسطوره السلوكيه. وكوغاش يا راجل ما يبقاش فيا الحال. من الطياره شتي غير كيفاش جاتو الغيره على خطو الطريقه باش بغا يترجل، حقاش الراجل ما كيدي الحميه، الراجل تيقصد وتيضرب، ما تيديش شي يبدا يدور في حنيكاتو هكا تيشدوه له ويديرو يلاه علاش كتجبد لي اختي هند. وداك النوفر الله مشروط من النسوان، فين اخويا انت داير هاد الظرف كلهم خشي في السطح، فين هما العيالات، فين هما القلاوه ديال الرجاله اللي خصهم يتفرحوا. لا اخويا انت ماشي غير مشكوك في امرك، انت راك سي تخو على بشكيطو. وتجي انا يا خو هين ترجل عليا مونينيك ثم مونينيك، كنت فايق لك غا من نعاس انا يا بخنون، بحالك انت راه ما يكونوش عندي حتى تلاميذ، لا انت لا دوك اللي دايرينك اسطوره. شتا مريض، جمله وحده مفيده ما تزيدهاش قدامي، نعاود لك الترابي من ازاد. ايوا ها هو رجع عاوتاني، ها مونينيك ترجع لايفات والفيديوهات ديالو الرياكسيون على داكشي كامل اللي داز. منا مولينيكس، منا إلياس المالكي، منا شيخ صغار وداكشي اللي دار. مهم ما خلاش جاوب كاع كاع اللي هضرو ويا اللي ما هضروش، ويمكنش بيان سور بالضحك، راه كيقتل بالضحك. وعاود على داكشي اللي دوز في المغرب، وخا دار اللايف غير شوية حيت كان عندو مشكل في تيك توك، ولكن غيرجع مازال.